السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التاريخ 13 ديسمبر 2019. هذا المنظر الرائع الجميل، الجو الهادئ، الهواء النقي. كل هذا نشاهده في الريف. حياة رائعة، جو نقي جميل، يجب أن نحمد الله عليه ونشكره. هذا الجمال وهذه الروعة لمن؟ لماذا نشكو حظوظنا؟ هذه النعمة التي أنعم الله علينا بها. هذه الدنيا لمن؟ لماذا نشكو حظوظنا؟ والحياة رائعة، يجب أن نعمل ونحب بعض وتكون قلوبنا على قلوب بعض ونتعاون. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لقد خلق الله سبحانه وتعالى السماء والأرض وما بينهم والشمس والهواء وكل شيء مسخر لخدمة الإنسان. الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. وكرمنا بني آدم. جدير بالذكر ونحن نتحدث في هذه الجولة الجميلة بين الأشجار وبين النباتات، نقول أن الأشجار والنباتات تخدم الإنسان، فهي تستهلك أو تأخذ مننا ثاني أكسيد الكربون وتعطينا الأكسجين النقي. يبقى هذه النباتات تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتعطينا الأكسجين النقي، فلولا هذه النباتات ما كانت الحياة. لولا هذه الأشجار والنباتات والمزروعات ما كانت الحياة، فهي سبيلنا إلى حياة نقية نظيفة خالية من الأمراض. وأتحدى أي إنسان يعاني من أي مرض ويستنشق هواء الفجر، الهواء النقي الغني بالأوزون المكون من 3 ذرات أكسجين. الهواء العادي في أي وقت به 2 ذرة أكسجين، هواء فترة الفجر به 3 ذرات أكسجين. أي إنسان يعاني من أي مرض يستنشق هواء الفجر بإذن الله يشفى. ليس هذا كلامي، هو كلام العلماء. الهواء النقي به 3 ذرات أكسجين، غاز الأوزون، وغاز الأوزون غاز نقي يقضي على جميع الأمراض، فيروسات بكتيريا، يقضي على كل مسببات الأمراض. اللي هو الأوزون معروف عالميا، الأوزون نقي طاهر ويطهر، يعني هو طاهر في ذاته ويتم، يعني هو نقي وينقي. الأوزون غاز مفيد جدا. غابة من أشجار الجزورين كما نشاهد، الأشجار المصرية العريقة أو العتيقة. هذه الأشجار تحيي البيئة ولولاها ما كنا. طبعا بخلاف الاستفادة من الأخشاب والثمار،
فالأشجار لها فوائد عديدة. ما زلنا نستكمل الجولة بين الحقول. منحى لإنتاج العسل، الخلايا الحديثة اللانجستروس، طلمبات ضخ ضخ مياه المي كما نشاهد، مياه جوفية. أحد المزارعين يتم تجهيز الأرض لزراعة محاصيل الخضر الشتوية، زراعة على مصاطب. هذه هي المصاطب المجهزة لزراعة محاصيل الخضر الشتوية. الفول البلدي، هذا هو الفول البلدي. النورات الرائعة، نبات الشبت، نبات الشبت كما نشاهده. من النباتات الرائعة ذات الرائحة الجميلة التي تضاف للسلطات أو لإعداد المحشي، الشبت والكزبرة وغيرها من النباتات العطرية الطبية الرائعة. نبات الشبت له جذر وتدي كما نشاهد، نبات الشبت له جذر وتدي. نباتات الشبت، شتلة جوافة صغيرة، شتلة لإنتاج الجوافة. قام المزارع بزراعتها على جسر الطرق، على الجسر. وهذه أشجار صغيرة من أشجار الجزورين كما نشاهد، أشجار صغيرة من أشجار الجزورين. قام المزارع لزراعتها للاستفادة به. الطريف والرائع أن المزارعون الآن حريصون على الاستفادة من المخلفات الزراعية. وها هو القش، قش الأرز، يتم عمل بالات للاستفادة به. هذه بالات قش الأرز يتم الاستفادة بها كما نشاهد.
هذه هي بالات قش الأرز، كان زمان يتم التخلص من المخلفات الزراعية قش الأرز وقش الذرة وحطب القطن بالحرق، أما الآن ففي فكر حديث استفادة من القش ومن جميع المخلفات الزراعية. يعني ها يتم دراسة قش الأرز كما نشاهد، هذا هو قش أرز، هذا هو القش الأرز يتم دراسه للاستفادة به في علف الحيوان. هذه قش الأرز البلات، هذه يتم دراسها، هذه البلات يتم دراسة القش كما نشاهد للاستفادة به في علف الحيوان. شكرا.